ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا في استوديو مركز الأخبار رجل الدين الشيخ صلاح الجودر. شيخ صلاح، بداية نرحب بك، وحبذا لو نسلط الضوء حول يعني الرسم الكاريكاتوري الذي عملته قناة الجزيرة في قطر باستغلال يعني سورة سيدنا يوسف عليه السلام وقصته وتشبيهها بالأزمة الآن في الخليج، تشبيه مثلا سيدنا يوسف عليه السلام بقطر والدول المقاطعة بأخوة يوسف والبئر كما هو الجب الذي ألقي به يوسف والقميص هو الكذب يعني الذي يقولون أنه يعني كذب دول الخليج عليهم. فيعني أنتم كرجال دين كيف تفسرون إسقاط هذا الرسوم أو الرسم الكاريكاتيري بآية قرآنية وربطها بأحداث ربما تكون سياسية واقتصادية وغيرها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بلا شك أن هذا من الأمور المؤسف لها حقيقة أن تقوم قناة مثل قناة الجزيرة بانتهاج هذا المسلك. كل مشايخ وعلماء الدين حقيقة ليس في البحرين، ربما المنطقة العربية على أقل تقدير، بحكم أنهما تابعوا ما يعني ما نشر في محاولة تسقيط حدث تاريخي لنبي الله يوسف عليه السلام كما جاء في سورة يوسف على أحداث سياسية وعلاقات اجتماعية موجودة في المنطقة. طبعا هذا المسلك يعني مو غريب على قناة الجزيرة، خاصة ان هي انتهجت في السنوات الماضية نهج خارج المألوف في نشر الوعي او توضيح الصورة. مع الأسف الشديد قناة الجزيرة اليوم، وهذا ما يثار في الشارع اليوم، هل هي قناة ام هي دولة تدير دولة؟ وهذه من الشروط اللي وضعت الدول الثلاث بالإضافة الى مصر لإعادة العلاقات مع دولة قطر. مع الأسف الشديد استغلال الدين اليوم أصبح يعني مأساة العالم، استغلاله في الشؤون السياسية، وتشبيه طبعا دولة قطر بيوسف وكذلك الدول الأخرى بأخوة يوسف والقميص وكل هذه الأمور. مع الأسف الشديد احنا ليس بجديد على قناة الجزيرة، وشاهدنا حقيقة حتى في وسائل التواصل الاجتماعي تشبيه المقاطعة، مقاطعة حق دستوري وسياري للدول إذا واجهت خطر، وخاصة خطر الإرهاب في المنطقة، إن هي تقاطع من تشاء. ومع الأسف الشديد تم تحوير هذه المقاطعة وتحويرها إلى أنه حصار، وكذلك إن إغلاق الحدود كأنه تجويع أو تشبيه حتى الصورة كأنها حصار بني عامر. مع الأسف الشديد كل هذه التصويرات اليوم هي لتجيير فئات من المواطنين العرب لاستعطاف هذا الواقع، وإن كان الأفضل هو معالجة طيب أنتم كرجال دين شيخ صلاح، هل تعتبرون هذا إساءة إلى القرآن الكريم وسورها الكريمة المنزلة بتشبيهها بهذه الأوضاع؟ وبلا شك يعني هذا التشبيه لم يأتي من فراغ، ربما أتى من أرشاد أو ربما موعظة خاطئة يتلقونها. شاهدنا تقرير ليوسف القرضاوي الذي يلعب دور كبير في نشر فكر معين تحت رداءة الإسلام. من المؤسف طبعا هذا الأمر، وإن كان طبعا الأحاديث كثيرة في النهي باستغلال هذا الخطاب الديني بمصالح سياسية مع الأسف الشديد. وحتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء رجل وخطب في القوم فقال عليه الصلاة والسلام بئس خطيب القوم أنت، في 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 صورة نهي لأن يكون رجل الدين هو من يشعل النار. طبعا يوسف القرضاوي خاصة في السنة الأخيرة، ولربما سمعنا جزء من خطابات التحريضية على العنف، على الإرهاب، على قتل النفس في الأحداث في سوريا مع الأسف الشديد، حتى في قضية الأخوة في فلسطين بين منظمة التحرير الفلسطينية وحماس كان يشعل نار الصدام. كل هذه الأمور نتمنى على رجال الدين أن يكونوا في منطقة محايدة. الخطاب الديني هو السياج الأخلاقي للأمة في كل قضاياها، سواء السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، ولكن أن يأتي خطاب رجل دين يؤزم الوضع، أنا أعتقد أن اليوم كل رجال الدين عليهم مسؤولية إسكات هذه الأصوات. يجب أن تخرج هذه الأصوات رجال الدين المعتدلين الوسطيين للدعوة إلى دين الحق، دين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو الوسطية والهدوء والاعتدال ومعالجة القضايا في سياج أخلاقي. نعم. إذن شيخ صلاح الجودر كل الشكر والتقدير لك لتواجدك هنا معنا في مركز الأخبار. شكرا.